المحترم يفرض احترامه دون أن يتكلم، دون أن يتكلم. في علم الإدارة الأمريكي قلت لكم هذا مرة، يقول لك إيه قاعدة كذا، إذا رأيت المدير يزعق، المانجر يزعق أنا المدير، فاعلم أنه مدير فاشل. لأن المدير الناجح لا أبدا يرى نفسه مطلعا يقول أنا المدير، فإذا قال فهو فاشل. شفتوا؟ طبعا الشخص يقول لك، المرأة يقول لك أنا الأجمل، هي مرتابة في جمالها، إيش رأيك؟ رغم أنها ملعانة بالنرجسية لكن عندها ريب من جمالها. ما رأيكم؟ أنا رأيت الناس اللي عندهم طاقات هائلة. مرة بحضر لقاء مع فيروز المغنية الكبيرة هذه، فمدحها أو مدحتها عفوا إيه المذيعة، والله العظيم شيئا يعني شعرت بشعور جميل جدا جدا. نكست رأسها وغرقت في خجلها، قلت لها أرجوك لا تفعلي هذا، أنا أضعف ما أكون أمام هذه الأشياء. تمدحي وكذا، طبعا الفيروز صوت إلهي تقريبا، صوت مستقيم بلا خطأ، ولا تحتاج إلى المدح، ثقتها واثرة بنفسها، صح ولا؟ فحين تأتي وتمدحه في وجهها أنت تبهضها تثقلها. وهذا الإنسان الواثق، هذا بسموه المتزن، متزن وجدانيا، متزن عاطفيا، واثق من نفسه من غير تبجح من غير نرجسية. لكن مثل هذا الطفل الذي رباه أهله على ما سمعتم، أنا أقول لكم يفقد اتزانه ويشعر بالإرباك مباشرة مع أول خيبة. ليش طيب؟ لأن صورته عند نفسه التي تعطيه توازنه الزائف هي ماذا؟ صورة البيرفكت، صورة الكامل، الإله الزائف، هو في كل شيء بيرفكت. فإذا مرة واحد غلط، مرة واحد يضبطوا عليه مخالف أي شيء، يبدأ يرتبك المسكين وقد يتحطم. حطمه أبوه وأمه،